كاميرات شي نمشي دار الاجراء يتصور ليه، لان كيجيو كيقول لك لا راه ما بلغني ما دارني ما كذا ليا ما هز ليا. وقلنا بان المزاد العلني كما قلت لكم غنديروا البلاتفورم فيها يتباع المزاد العلني، ما غيكون لا على ضفي الشمعه، ذاك القانون ديال شعل الشمعه تطفى الشمعه وديك الهضره كلها، ان واحد المنطق ديال 1917 باقي حنا عندنا تبارك الله في الدوله هذه. قلنا ديال لا درنا لا، ثم قلنا بانه هذا التنفيذ هذا خصو نتبعوه، خصو نتبعوه من الاول حتى الاخر ديالو. إذا هذاك داير التليفون، داير الكاميرا غادي تبان لنا الصورة واش دار العمل، اش وقع في هذا الملف هذا، ويبان لنا الملفات كذلك مع شركة التأمين. نضبطوا معاهم الملفات، ما عندي كما قلت للمدراء شركة التأمين ما عندها حتى معنى يتحكم اليوم الملف وما يتنفذ غدا، علاش غتخلي عندك عام وعامين غتنفذوا؟ شكون أنت؟ اش كتشكل في هذه الدولة كاع؟ فقالوا لك احنا عطيونا غير الأحكام عن طريق الأورديناتور نفذوا لكم الأحكام. العكس قلت لهم غتربحوا لأن الفوائد القانونية ما غتكونش عندكم. طرحت مجموعة القضايا في هذه القضية ديال التنفيذ. أهم خصنا شي صيغة قانونية باش نلزمو صاحب العمل. اش كيدير؟ كيجي كيتحكم عليك يا سد هذيك الشركة يقلق لك شركة أخرى. يلاه كدير له؟ خصنا نجعلوا له مسؤوليتي الشخصية فيما وقع في الشركة، خصنا نمشيو. اش كنديروا دابا من حيت كيوقع شي إذا كان شي محامي قابس؟ كيدير صعوبة المقاولة باش كيمشي له المال الخاص، باش كيدخل من تما وتيقول بأن عنده مسؤولية في الأموال كيمشي له المال الخاص. ولكن ما استطعناش. ودابا درنا قضيه التنفيذ، وهذه قضيه التنفيذ وكدينا تدقيق مساطر الحجز الى غير ذلك، والحجز التحفظي، ودرنا الوكاله ديال بيع المحجوزات الى غير ذلك. كتعرف في هذه المحكمه عندنا المحاكم عندنا في المغرب عندنا المحجوزات ديال الستينات باقي محجوزه عندنا في المحاكم ديال الستينات، عندنا المكانات، عندنا القرعين الشراب اللي بغيتو بتاع ما باعهم محطوطين تما. يمكن ما عرفت شنو هو المشكل، عندنا البشكليطات، عندنا المطر، ولا بغيت تبيعوا واحد الاجراء طويل. كتعرف هذيك القصه ديالنا في المجلس الحكومي، طرحت قضيه في المجلس الحكومي، قلت عندي واحد الموتور مشتت حدا حدا الوزاره بغيت نبيعو، وهلي واحد المسطره باش تبيعو شحال شحال بعيده. لهذا هذه القضيه ديال التنفيذ خصنا نديروا لها شي جلسه، بعد شي جلسه نعرفوا كيفاش غنفذوا. ما يمكنليش واحد تيدير التجاره 20 عام ونهار تبغي تنفذ عليه يقول لك انا عندي فيت ولا عندي صعوبات المقاوله ويبقاو لي العمال على برا. وسمحوا لي طبعا المحامين ما كيمشيوش بعيد، كيدير التنفيذ كيقول لها ما عدم وجود ما ينفذ كيمشي في حالته. في حين كاين اجراءات يمكن ديرها، كاين مجموعه ديال المساطر يمكن ديرها. اما الدوله خلاص. الدوله الا بغيت تنفذ عليها يوم لونها، درنا واحد المسطره اخرى في الدوله، ماشي مسطره درنا واحد الاجراء. جمعنا جميع الملفات ديال الدوله اللي ضد الدوله ودخلناهم في واحد الاورديناتور، عندنا دابا واحد البلاتفورم فيها الملفات ديال الدوله. مشيت عند وزارة المالية قلت لهم شوف ها هي فيها كاع الملفات من واحد حسب تاريخ التنفيذ. دابا كطلب منك واحد القضية آخر في الميزانية تقول لي هذا العام غادي ننفذ 20 مليار درهم ولا 10 مليار ديال الدرهم، غادي نبداو ننفذوا واحد جوج ثلاثة أربعة حتى نكملوا 20 مليار ونقول لذوك الناس سير العام الجاي واجي ننفذوا الباقي ونبقاو غاديين. على الأقل المواطن تيعرف أن واحد النهار غنجي نبتوا. أما دابا السيد الرئيس واحد الغريبة في هذه البلاد هذه، إلا كتسال مليار ينفذوها لك، إلا كتسال 10000 درهم والله ننفذوا لك، لأن مليار فيه ما يتعطى، 10000 درهم ما فيهش ما يتعطى. شكرا للسيد الرئيس.